مع تغيير الجو اللي بنشوفه اليومين دول، مهم جدا ناخد بالنا من دور البرد والانفلونزا. مفيش حد اليومين دول الا ما بيجيله دور برد بسرعه كده في البيوت، حاله كده من حالات انتشار ادوار البرد والانفلونزا اللي بتظهر في الجو ده، خصوصا مع دخول فصل الشتاء. دي بتكون اجواء مناسبه جدا لانتشار الفيروسات والامراض اللي ليها علاقه بحساسيه الصدر والجيوب الانفيه. الحقيقه انه يعني الوقت ده زي ما قلت يا محمد، في ناس كتير قوي عندها دور البرد ده، والحقيقه انه جاي قوي كمان شويه. انا ابتديت يجي لي برد اليومين دول. لا ناخد بالنا بقى. فيعني لازم تاخد بالك طبعا في الاول، ولازم كلنا ناخد بالنا، لانه يعني ابتدينا شويه ننسى اللي كان بيحصل وقت كورونا، وابتدى شويه في يبقى في تساهل كده مع ادوار البرد. فاللي يظهر عنده اي اعراض انفلونزا ضروري انه يستشير طبيب، وضروري كمان انه يشرب سوائل دافيه كتير جدا، لانها بتساعد على تقويه الجهاز المناعي وتعزيز قدره الجسم على مكافحه الفيروسات. طبعا ما ننساش كمان الميه. مهم كمان جدا تناول الخضروات اللي فيها نسبه عاليه من مضادات الاكسده، والفواكه اللي فيها فيتامينز، خصوصا زي فيتامين سي، زي البرتقال، الليمون، الجوافه، الرمان. دي كلها حاجات مهمه جدا لتقويه مناعه الجسم. ويمكن محمد في ناس كتير يعني بتستهين قوي بفكره الفواكه والخضروات، يعني وحتى الفلفل، يمكن الفلفل كمان الوان فيه نسبه كبيره جدا من فيتامين سي، كمان يمكن اكتر من البرتقال. عندك، انا هسمع كلامك يا جمان، يعني هسمع كلامك فعلا. الحاجات دي مهمة جدا زي ما جمانة قالت، تقوية مناعة الجسم، لأنه لما نقوي مناعة الجسم بالتالي بنواجه أدوار البرد والإنفلونزا بشكل كبير. مهم جدا السوائل الدافية، مهم جدا الخضروات، نكتر حتى من وجباتنا الغذائية كل يوم، يبقى في نصيب كده للفواكه والخضروات بشكل دائم. كمان لازم ناخد بالنا جدا من الأطفال. الأطفال وأولادنا في الوقت ده اللي احنا فيه على الهواء او قبليه بشويه بينزلوا يروحوا المدارس. طبعا الجو ده بيبقى شديد البروده، بيبقى فيه كده زي ما بيقولوا لسعه هواء قويه جدا، ممكن تخليهم يعني للاسف الشديد يتعرضوا بشكل سريع للاصابه بنزلات البرد. عشان كده مهم جدا على الاسر والامهات ان هم ياخدوا بالهم من ولادهم، يلبسوهم هدوم تقيله على الصبح، يحافظوا عليهم بشكل كبير، تحديدا في الساعه اللي احنا بنتكلم فيها، ساعه النزول، وان هم يركبوا باصات المدارس. دي تبقى ساعه صعبه جدا يا جمال. طبعا يا محمد، ويعني اعتقد احنا الامهات المصريه بتاخد بالها قوي الموضوع ده. بالعكس، ده احيانا بيتقلوا لهم الهدوم قوي، لدرجه ان لما الشمس تطلع شويه او الجو يبتدي يدفى شويه، الاولاد بيبقوا حرانين جدا، فبيبتدوا يعرقوا، فبرضه بيبقوا معرضين. فيعني لازم برضه ناخد بالنا، يعني نلبسهم لبس معقول طبعا، شويه يكون تقيل شويه، لكن كمان نعمل حسابنا مثلا في حاجه عليهم تانية، عشان لما يبقوا حرانين يقدروا ان هم يشيلوا الجاكيت او يلبسوا يعني الجاكيت. وبرضه ما ننساش ان في ناس ممكن تكون في الشارع ما عندهاش هدوم كافية، أو ما عندهمش بطاطين، أو نحاول دايما زي ما بقول لحضراتكم، مع دخلة كل شتاء دايما يبقى معانا في العربية جاكيت مثلا احنا ممكن نستغنى عنه، بطانية حتى أو اتنين ممكن ان احنا نتبرع بيهم لأي حد محتاجهم في الشارع، مش محتاجين ان احنا نروح ونعمل مجهود. طبعا ده يبقى شيء يعني لطيف جدا لو حضرتك حابب ان انت تروح تتبرع، ان كان ببطاطين أو بمبلغ مالي، لكن برضو خلي معاك في العربية بطانية أو اتنين، أو جاكيت عندك ممكن تستغنى عنه خليه في العربية معاك، عشان فعلا لو احتجت، لو في حد في الشارع وانت معدي محتاج ان انت تساعده بيه، لانه فعلا الجو احيانا بيبقى برد جدا، خاصة في الساعات الأولى. صحيح. من الصبح. صحيح. يا محمد، ويعني اعتقد كمان انه واحنا نازلين كده النهارده كان في شبوره عاليه جدا. عايزين ناخد بالنا ونقول حتى للساده المشاهدين ياخدوا بالهم حتى على الطرق، الطريق مثلا الزراعي او الصحراوي، في شبوره قويه جدا يعني. صحيح. من الساعات الاولى بعد الفجر شفناها، وهنتابع طبعا مع حضراتكم وزميلتنا النهارده هلا الحملاوي، هنتابع طبعا احوال الطقس، ناخد بالنا من الشبوره، السواقه تكون على قد ما نقدر هاديه. وكمان يعني الشبوره يا محمد الحقيقه مش هيضطروا سوس وقت الشبوره حتى على الدائري، مش بس على الطرق السريعه والطرق الزراعيه. على اي حال يعني كل سنه وحضراتكم طيبين. خلاص الشتاء كده بدا يدخل بجد ويدخل بقلب جامد. النهارده احنا معانا فقره كمان خاصه هنتكلم فيها عن ازاي نقي نفسنا من ادوار البرد والانفلونزا في صباح الخير يا مصر، وازاي نحافظ على نفسنا واولادنا الفتره اللي جايه. متصبح على حضراتكم مره ثانيه وصباح الخير.